أحسن الله إليكم. يقول أخبرني شخص بأنه فاتته تكبيرة الإحرام فصام لأجل هذا يوما، لكنه يقول إنه لم ينذر هذا على نفسه، فما حكم مثل هذا العمل؟ هذا غير مشروع. فاتته تكبيرة الإحرام يكبر ويدخل مع الإمام والحمد لله وصلاته صحيحة، وكونه يصوم يوم عن فوات تكبيرة الإحرام مع الإمام هذا لا أصل له. نعم.